أمن العالم العربي. حيث يجتمع فيها أكبر ممثلي الهيئات ومن بينهم سير وينستون تشرشل ووزراء الكومنولث، والغرض من ذلك الاجتماع قيام صلاة الشكر في حضرة مليكتهم. واشتركت الأميرة أليس اليونانية والدة دوق إدنبرا على حسب تقاليد دينها مع الجيش المتعبد للتشكر على ما ناله تتويج من عظمة وفخار. وعند مرتفع لاتغيت وتحت أكاليل الزهور التي تتوج المدينة التاريخية، تصل السيارة الملكية في موكبها حاملة الملكة ودوق إدنبرا. ثم يبدأ الاحتفال الذي يرجع مصدر تاريخي إلى عهد تيودر، وهو ترحيب محافظ لندن بجلالة الملكة عند سلم الكنيسة. ثم يقود المحافظ الطريق نحو الكنيسة حاملا سيفا مرصعا باللآلئ، ولقد اصطف على السلم ممثل مدرسة مستشفى المسيح، ويقدم أحد الطلبة إلى الملكة ورقة تمنيات المدرسة نحو جلالتها. وبعد ذلك تدخل الملكة الكنيسة، حيث في انتظار وصولها عميد الكنيسة أسقف لندن ورئيس الأساقفة لكانتربري، ومعهما الملكة الوالدة والأميرة مارغريت. قد صلت شعوب الكومنولث لجلالة الملكة يوم التتويج، يقدم قوادهم الآن تشكراتهم القلبية. مع هذه الجموع المحتشدة بعض من زائري الكومنولث، وتتحلى ايضا باحسن الزينات احتفالا بتتويج الملكة الجديدة. يصل الموكب الملكي الان بدون اي تقمي، ويحوي الموكب الملكة الشابة وزوجها الدوق، اللذان قد حضرا للتنزه والترويح عن النفس من عناء عمل الدولة. الملكة يزين سباق الدربي 174. وفي انتظار الملكة للترحيب بها منظم السباق الرسميون. ويصحب إير روزبري جلالة الملكة إلى حظيرة عرض الخيول حتى ترى حصانها أوريول الذي من الأحصنة الفابوري. وتتبع الملكة والدتها والأميرة مارغريت لمشاهدة أملهم في السباق. وفي الحظيرة تستعرض الخيول المتسابقة التي على استعداد تام للسباق. يحرز أوريول على الاستحسان والقبول من أعين الناظرين، فعليه تتوقف آمال الشعب. وأوريول من نسل أحصنة الملك الراحل. والآن تبدأ قصة الجوكي البطل الذي نرى هنالك حصانه بنزا الذي سيركب. البطل سير جوردن ريتشارد.
سباق الضرب لعام 1953 حيث يقام بحلبة إبسم التي تزدحم بنصف مليون من المتفرجين. ومن بين شخصيات الباتباق ولي عهد اليابان برنس أكيهيتو الذي قد أناب عن أبيه في احتفال التتويج، وها هو أوريول يتبختر في طريقه إلى خط البدء. ويستعد الآن 27 حصانا من أجود الخيول الأصيلة للتسابق على هذه الأرض السندوسية التي قد مهدتها الطبيعة. النصف الأول من السباق شاق للغاية لأنه سفح لمرتفع، وفي المقدمة الآن 5 أحصنة التي من بينها حصان الأغاخان. لم يظهر حتى الآن أي تقدم من الحصانين أوريول وفنزا. عند المنحنى الأول ما زال حصان الأغاخان في الطليعة، ولكن لا، ففنزا نمرة 23 حصان الجوكي البطل يظهر حتما بعض التقدم، وها هو هنالك بالقرب من القضبان الحديدية. ما زال حصان الأغاخان في المقدمة ويتبعه فنزا حصان الجوكي المشهور، وخلفهما 3 أحصنة من بينها حصان الملكي أوريول. ولم يتبقى على انتهاء السباق سوى نصف ميل، وتبدأ في التأخر الأحصنة الغير قادرة على السباق، ولكن ما زال حصان الطليعة في المقدمة. انظروا إليه الآن وهو ينزل منحدر، والآن يقترب منه فنزا. لم يبقى سوى فرسخان. لاحظ الآن فنزا الذي في الخارج وهو يمر بحصان الطليعة ليأخذ الناحية الداخلية من السباق. بالمنافسة الآن الحصان الملكي أوريول، فهو يمر بحصان الأغاخان الذي كان في الطليعة من وقت بدء السباق. ويقترب الآن أوريول، ولكن لا، فالنصر محالف للجوكي جوردن ريتشارد الذي قد أنعمت عليه الملكة بلقب سير. والآن إلى المقصورة الملكية حيث تعترف جلالة الملكة بهذا النصر العظيم الذي قد فاز عليه الجوكي البطل لأول مرة في سباق الضرب بعد محاولته ل28 مرة، كما أنها أيضا المرة الأولى لصاحب الحصان سير فيكتور ساسون ومدربه نورمان بيرتي أن يربح في مثل هذا السباق. بذلك تنتهي قصتنا بنهاية سعيدة، وهي فوز الجوكي المشهور سير جوردن ريتشاردز بحصانه فنزا. We'll be right back.